يا صباح الخير والسعادة عليكم، يسعد صباحكم بكل الحب والهنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة واحنا دايما بخير. دي أول حلقة لينا في السنة الجديدة 2023، إن شاء الله يا رب نتمناه كده يكون عام شايل لنا كل الخير لينا والبلدنا الغالية مصر. صحينا كده بنبدأ يوم جديد في أول يوم من السنة في برنامجنا الغالي صباح البلد، واحنا كده متفائلين انها تكون سنة خير، كل واحد يحقق كل اللي بيتمناه. ننسى بقى، نقفل على 2022 بكل تفاصيلها وكل اللي فات، ونبدأ مع بعض كده على خير. يعني نبدأ كده خطوة جديدة، نبدأ واحنا متكلين على الله، نبدأ واحنا رمين كده همومنا وحمولنا على الله، ان شاء الله تكون سنة سعيدة، سنة كده احنا مطمنين فيها للخير وللي بيحصل في بلدنا وللتقدم والسلام والأمان والتطور والإنجاز. ان شاء الله دايما سعدة كده مع بعض، وان شاء الله تكون سنة شايلة لنا كل الخير. وانا سعيدة اني ببدأ معاكم كده السنة الجديدة، بحتفل معاكم اهو، ما رحتش في حتة بحتفل معاكم بالسنة الجديدة. فكل سنة وانتم دايما طيبين وبخير. وخلونا كده نبدأ حلقتنا النهاردة ومع نهاية العام الماضي وبداية عام جديد، حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد. وكتب السيد الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهنئ شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام، وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع. كل عام وأنتم بخير. كمان تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، وأعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري بمناسبة العام الجديد. وقالت قرينة رئيس الجمهورية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة بداية العام الجديد، داعي الله أن يكون عام تقدم وازدهار وسلام، وأن يحفظ مصر من كل سوء وشر بخير. يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا في مصر، في بلدنا الغالية مصر أم الدنيا. تعالوا بقى نقول لكم على مدار الحلقة النهاردة هنتابع إيه مع بعض في بداية العام الجديد 2023. وكل سنة وانتم طيبين. في البداية هنكون مع فقرة مهمة عنوانها الحصاد وأحلام تتحقق في 2023. فقرة كده هنحاول نحن نرصد فيها اللي اتحقق من إنجازات مهمة خلال العام الماضي 2022 في طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة. كمان هنستعرض ملامح لأهم المشروعات القومية اللي هتضاف لرصيد الإنجازات في 2023. هيكون ضيفنا في الفقرة دي الكاتب الصحفي والزميل أحمد حمدي، رئيس تحرير البرنامج ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية في جريدة أخبار اليوم. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما يا رب مصر في امن وسلام وتقدم. كمان بهذه المناسبه خلوني اقول لكم انه حرص النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب على تهنئه الشعب المصري والامه العربيه بالعام الجديد، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نستقبل عام جديد، ندعو الله أن يكون عام خير وسعادة، كل عام والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، داعيا المولى عز وجل مع أول إشراقة للعام الجديد أن يعيده علينا جميعا وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والاستقرار والرخاء، وأن يكون عام سعادة وبركة ويملأ حياة المصريين بالفرحة والسعادة والطمأنينة، ويحفظ مصر وشعبها العظيم. كل عام وأنتم بخير. الحقيقة يعني كل سنة وحضرتك طيب سيادة النائب محمد أبو العينين، كل سنة وحضرتك رجل وطني داعم لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة
بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة أنا يعني عايزة أقف هنا عند تهنئة سيادة النائب محمد أبو العنين لينا وللشعب المصري، وأخد التهنئة دي لينا لأن إحنا كمان دايما يعني في صدى البلد. عايزة أتكلم عن نفسي وعن أسرة صدى البلد في القناة. من يوم ما أنا دخلت القناة دي وأنا مرتبطة بيها ارتباط عاطفي وإنساني كده، أنا بحس إنه ده بيتي، أنا بقعد هنا أكتر ما بقعد مع بنتي وأهلي في البيت. والسبب في ده هي الروح الموجودة هنا بقيادة سيادة النائب محمد أبو العنين واللي وفرها لنا هنا. الحقيقة احنا بنعتبر نفسنا هنا في صدى البلد، خليني أقول لكم كده لو أعيشكم معنا الكواليس في بداية سنة جديدة، احنا عبارة عن عيلة، احنا عيلة كبيرة في صدى البلد، احنا عددنا الحمد لله كبير، وكبير العيلة هو سيادة النائب محمد أبو العنين. الحقيقة من يوم ما دخلنا هنا كلنا واحنا بنحس ان هو داعم لينا طول الوقت، هو بيوفر لنا كل الدعم وكل الروح وكل الحب علشان كل فرد فينا يطلع طاقته ويطلع يعني افضل ما عنده للانجاز والنجاح. فكل واحد طول الوقت بيبقى عنده دافع كبير جدا ان احنا نقدم افضل ما عندنا على شاشه صدى البلد علشان ننجح. كمان في الكواليس ايد واحده، بنفرح لبعض، داعمين لبعض، كمان وجوده دايما في وسطنا من خلال الاجتماعات والمناسبات اللي بيجمعنا فيها بتخلينا كلنا قلبنا على القناة، كلنا عندنا هدف واحد بس على شاشة صدى البلد، هو دعم الدولة المصرية، مبادرات الدولة المصرية. فعلشان كده دايما يعني احنا في صدى البلد بنحس احساس مختلف تماما، مش جايين شغل ومروحين، لا احنا جايين هنا بنقضي وقت فعلا في بيتنا كعيلة كأسرة في صدى البلد. فكل الشكر لحضرتك وسنة سعيدة عليك كبير العيلة زي ما بنقول دايما عليه في صدى البلد. كمان عايزة اشكر الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد على دعمها الدائم لينا وحبها لينا وتشجيعها كل سنة وحيك طيب. انا شخصيا من الناس اللي دايما بتشجعيهم وبتدعمينا كلنا سواء بالرسائل بعد كل حلقة وتشجيعنا، سواء بالاجتماعات، سواء بالتواصل، بوجودك معانا طول الوقت. فكل سنة وحضرتك معانا داعمة وفوزطينا كل سنة واحنا دايما في صدى البلد، وتحديدا بقى صباح البلد برنامجي الغالي ناجحين تحت قيادة هذه الإدارة الناجحة والقوية. كل سنة وحضرتك وسيادة النائب محمد أبو العين طيبين، واحنا كمان طيبين وناجحين على شاشة صدى البلد. خلونا بقى نرجع ندخل في فقراتنا ونتابع كمان حالة الطقس. ايه رأيكم لو نقول لكم اخبار حالة الطقس ايه في بداية السنة الجديدة، ونقول انه بيتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء. تعالوا مع بعض كده نشوف بقى درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية، نبدأها من القاهرة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة سجلت 20-10، الإسكندرية 19-13، الإسماعيلية 20-10، الدقهلية كمان 20-11، أما الغردقة سجلت 23-14، أخيرا المنيا 20-7. ايه رأيكم كمان ننتقل لبعض العواصم العربية والعالمية، نبدأها من الرياض، درجة الحرارة 18-10، أبوظبي 24-21، أنقرة 9-3 تحت الصفر، أما لندن 12-5، واشنطن 16-5، وأخيرا بكين 4-8 تحت الصفر. دي كانت أحوال الطقس النهاردة ودرجات الحرارة علشان تكونوا عارفين أخبار الطقس إيه في السنة الجديدة، وأنتوا بتبتدوا كده اليوم رايحين بقى إيه أشغالكم ومشاوركم تبقوا عارفين الجو أخباره إيه. تعالوا كمان نعرف بقى أسعار العملات النهاردة وصلت لإيه في بداية السنة الجديدة، ونبدأ بالدولار الأمريكي اللي سجل سعر الشراء 24 جنيه و70 قرش، اما البيع 24 جنيه 78 قرش. بالنسبة لليورو النهاردة وصل ل 26 جنيه 27 قرش، ده للشراء، اما البيع 26 جنيه و37 قرش. الجنيه الاسترليني النهاردة سجل 29 جنيه و70 قرش للشراء، اما البيع
29.81 جنيه. الريال السعودي كمان وصل سعر الشراء النهارده ل 6.56 جنيه للشراء، اما البيع 6.59 جنيه. واخيرا الدينار الكويتي النهارده سجل 80.61 جنيه للشراء، اما البيع 80.91 جنيه. دي كانت اسعار العملات النهارده في اول يوم لينا في السنه الجديده. تعالوا بقى مع بعض ايه نروح ناخد جوله حول العالم. العالم النهارده يعني بيبدا كده اول يوم في العام الجديد 2023، اكيد عندنا فيديوهات مختلفه طريفه جديده بنحاول ان احنا كده ايه ناخد فيها جوله في العالم، نشوف ايه اللي بيحصل حوالينا في الدنيا. فتعالوا كده نشوف جولتنا حول العالم فيها ايه النهارده. مين معاكم؟ وخلاص ودعنا عام واستقبلنا عام جديد 2023، سنة نتمنى انها تكون سنة خير لمصر والمصريين، سنة في عمر الجمهورية الجديدة اللي ارسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجح خلال وقت قصير في تجديد شباب البلد بأكمله. جمهورية بتوفر الحياة كريمة لأبناء مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وبترسم ليهم ملامح مستقبل بيحمل كل الخير. صحيح ودعنا 2022 بكل ما شهدته من أحداث أزمات أثرت على كل دول العالم، لكن كانت الدولة المصرية الحقيقة ثابتة قوية كعادتها، واجهت تلك التحديات بالعمل والإنجاز في مشروعات عملاقة اتنفذت في عز الأزمات دي، وموقفش العمل يوم واحد أو لحظة واحدة. إجراءات وقرارات قوية ساهمت في تخفيف حدة الآثار السلبية لأزمة اقتصادية بيمر بيها العالم كله نتيجة طبعا توابع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. كان في مبادرات رئاسية أكدت حرص الدولة المصرية على حماية أبنائها وتقديم كل الدعم للفئات الأكثر احتياجا. لكن وإحنا بنستقبل كده سنة جديدة كان لازم نتوقف قدام ما حدث خلال العام الماضي علشان نعرف إحنا كنا فين وبقينا فين وكمان هنكون فين، وهنتكلم عن أحلام هتتحقق إن شاء الله في 2023 بسواعد أبناء مصر المخلصين في بناء أو بنى مستقبلهم وجمهوريتهم الجديدة، أكيد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده اللي هنستعرضه النهاردة بالتفصيل في فقرتنا مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والزميل أحمد حمدي الكاتب الصحفي ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية في أخبار اليوم. يا صباح الفل. صباح الفل على ميس، كل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليكي وعلى كل المصريين في الداخل وفي الخارج، ويا رب يبقى عام اسعد من اللي قبله بكتير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، سنه حلوه طيب عليك. طيبه وبخير، ربنا يسعدك. وعلينا جميعا وعلى اولادك. انت طيبه وبخير، ربنا يخليك. وعلينا وصدى البلد. تسلمي. خلينا كده مع بعض نبدا سريعا بالحديث عن حصاد 2022 واللي شهدته مصر من انجازات اتحققت فعلا. والبدايه خليني اقف معاك عن مبادره حياه كريمه، المبادره اللي غيرت فعلا حياه اكثر من 60 مليون مواطن مصري في الجمهورية الجديدة، وشهدت قرى حياة كريمة وقرى الجمهورية الجديدة فعلا والمناطق كمان الأكثر احتياجا تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى. لو عايزين نصف مبادرة حياة كريمة أستاذ أحمد ونشوف مبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية في الجمهورية الجديدة وفي 2023 هنوصفها ازاي ونتكلم عنها ازاي وعن الإنجاز اللي شفناه كلنا بعنينا على ارض الواقع. طيب خليني اقول لحضرتك قبل ما نتكلم في فكره مبادره حياه كريمه، انا عايز اتكلم في الجزء اللي اشرت فيه فيما يتعلق بالحصاد سواء في مشروعات او حاجات. احنا لازم بس نبقى عارفين ان سنه 2022 وقبلها كانت سنه 2021 اللي كان فيها كورونا، السنه اللي فاتت كان في الازمه بتاعت الحرب الروسيه الاوكرانيه، ودي ازمه القت بظلالها بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ومن ثم اثرت على الاقتصاد المصري. العديد من دول العالم توقفت فيها العديد من المشروعات التنمويه، توقفت فيها العديد من المشروعات المتعلقة بالاستثمار، لأن أي مشروع أو أي قطة تنموية بتكون بها أي دولة بتبقى قائمة على الاقتصاد اللي موجود فيها. أنت السنة اللي فاتت طالع من أزمة كورونا داخل على أزمة اقتصادية طحنة كانت الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك بقدر المستطاع كانت الدولة المصرية واقفة إلى حد ما بثبات قوي جدا جدا في تنفيذ المشروعات، سواء في حياة كريمة، سواء في قطاعات النقل، سواء في قطاع الطرق، سواء في
قطاع البترول، في قطاعات عديدة. فعايزين بس نبقى في بداية السنة دي عارفين ان كان في فضل كبير جدا لربنا في ان احنا قدرنا السنة اللي فاتت نكون الى حد ما قادرين نواجه الازمة. حصل ارتفاع في الاسعار، حصل تأثر في الدخل بالنسبة للناس، لكن في النهاية كان اهم ما بيتسم في المشروعات بتاعتنا انها مكملة ومستمرة. ارجع للنقطة اللي حضرتك اشرت ليها اللي هي متعلقة بقصة حياة كريمة. خليني اقول لك ان حياه كريمه هو من المشروعات الانسانيه اللي اتسمت بها الدوله المصريه في الجمهوريه الجديده. هو مشروع انساني من الدرجه الاولى. هو مشروع مش بيمس فكره انك انت بتقدم حاجه للمواطن الموجود في القاهره الكبرى او في الاسكندريه او لا، انت مشروع معني بيه اطراف الدوله المصريه في شمالها وجنوبها شرقها وغربها. زي ما حضرتك اشرت لفكره احنا السنه اللي فاتت كانت المرحله الاولى اللي مشروع حياه كريمه، وهو المشروع منقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي بتبقى معنية بالجزء اللي هي القرى الأكثر فقرا واللي بتبدأ من 70% لفوق، يعني بيبقى 80% من سكانها بيعانوا من الفقر. المرحلة الثانية اللي هي المفترض هتبدأ مع السنة الجديدة 2023 اللي هي بتبقى من 50% ل 70%. مشروع حياة كريمة هو مشروع غير مشروع حياة كريمة زي ما حضرتك شايفة، مش مقتصر برضو على فكرة بمجرد توزيع حاجات للناس، لا. شوفي منظر هتلاقي في حياة كريمة صور لبيوت جديدة، خدمات لوحدات صحية موجودة، مدارس بتتعمل، صرف صحي موجود، وحدات تخدم الفلاح اللي موجود في القرية. الموضوع مش مقتصر على فكرة انك انت بتقدم حاجة، لا، انت بتحط مش بونا بس، كمان استثمرنا في الانسان، توعية ووعي، وصلنا لأماكن يعني كانت منسية. رائع الوصف اللي بتقوليه، فكرة الاستثمار في الانسان. انت مش بتعمل مشروع لمجرد ان انت بتدي بتظبط طرق في قرية، او ان انت بمجرد بتعمل وحدة صحية في قرية، لا، انت بتخش على القرية بتحاول تعمل لها فكرة تساعد على بناء انسان يقدر ينتج ويقدر يدي المجتمع. بتوفر له وحدة صحية، بتوفر له مركز شباب، بتوفر له وحدة خدمات بيطرية تخدم الفلاح، بتوفر له حاجات تتعلق بالحاجات الزراعية. فهو بالنسبة يعني المشروع ده كمشروع بالفعل هو مشروع انساني من طراز فريد دي. طيب حياة كريمة هي بتعني الكلمة حياة كريمة، احنا فعلا يتم توفير حياة كريمة للإنسان. اسم على مسمى، اسم على مسمى مشروع القرن. وفرنا حياة كريمة للمواطن الفقير والأكثر احتياجا، وصلنا لهم في كل ربوع مصر. طيب احنا عايزين ناخد كده الملفات اللي تم فيها إنجاز ويمكن إعجاز كمان في مصر في 2022، ونشوف رايحين لفين في 2023. يمكن من مبادرة حياة كريمة هنتقل معاك لواحد من أهم القطاعات الخدمية في مصر، قطاع الصحة. قطاع الصحة الحقيقة الجهود الكبيرة اللي تم بذلها فيه، الدولة المصرية طول الوقت بتحاول أنها ترتقي بالمنظومة الصحية وتوفير فعلا أفضل رعاية صحية للمواطن. لو اتكلمنا على هذا القطاع يا أستاذ أحمد، وصلنا لفين فيه الحقيقة؟ مبادرات رئاسية عديدة شفناها في 2022 على أرض الواقع، المواطن المصري بلا استثناء يمكن لمسها ويمكن أثرت فيه واستفاد منها. هي مصر عملت قبل كده، مش كان السنة اللي فاتت بس بدأت فيه من كده سنة، كان أكبر مسح طبي اتعمل على مستوى العالم، كان المسح الطبي اللي اتعمل للفيروس سي، وده مرض لكل المصريين معروف، وكان أزمة كبيرة جدا وبينهش في كل أجباد المصريين، وكان أزمة كبيرة بالنسبة للمصريين. قدر الدولة المصرية ورئيس عبد الفتاح السيسي توجه بأن هو يبقى فيه مسح شامل لكافة الناس، وبالتالي وقفوا على القصة فين والمشكلة فين، وتعاملوا في الموضوع ده بشكل علمي كبير. هي مش مبادرة فيروس سي بس، لا، في العديد من المبادرات اللي شافتها الاطفال حتى في المدارس، وفكره انك انت بتلعب على موضوع التشخيص المبكر. فانت بتعمل النهارده مبادره بتبدا في الانيميا في الطالب في المدرسه، وبالتالي تشوف ايه الحاله الغذائيه اللي موجوده فيه. بصراحه القطاع الصحي كان الى حد ما يعني حقق نجاح واثبات في مواجهته في الازمه اللي حصلت في كورونا. جينا دخلنا في الازمه الاقتصاديه الروسيه، طبعا كانت اتاثرت القطاع الصحي، اللي انت بتتكلمي في مستلزمات واستيراد ودولار وتوفير عمله صعبه لشراء أدوية. ما نقدرش نقول ان احنا حتى في سوق زي سوق الدواء المصري اتأثرنا في ان نقول ان في أدوية مش موجودة.
هي القصه مش موضوع فكره الـ 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 مش الفكره بس مستشفيات او بناء او حاجات، انت فكره انك انت حطيت حوائط صد، عملت صدادات، حطيت حاجات زي الفل كده اللي بتتعمل ضد الازمات كانت في القطاع الصحي متواجده جدا في الموضوع بتاع فكره ان الدواء ما كانش فيه نقص في الازمه اللي شفناها اخيرا. اتوقع ان العامل الجديد كمان وفق كتيره شفناها يا استاذ احمد، يمكن احنا بنتابع كمان على الشاشه عندنا مبادره نور حياه، القوافل الطبيه، القضاء على قوائم الانتظار، 100 مليون صحه، يعني الحقيقه وزي ما حضرتك قلت القضاء على فيروس سي، يعني في رعايه صحيه متكامله للمواطن المصري. خلي بالك هي الفكره في المبادرات دي كانت علاج سريع وفوري جدا لانك انت ما تحطش خطط بعيده، يعني انا اتصور ان الدوله المصريه بتتعامل في الملف الصحي بخطط بعيده الامد وخطط قصيره الامد، لان هو قطاع ما يتحملش انك انت فكره ان انت تقول بعد 5 سنين 6 سنين ابقى نعالج ونشوف، انت عندك النهارده المشروع القومي الكبير هو مشروع التامين الصحي الشامل. صحيح. اللي انت شغال فيه، وانا اعتقد ان اكتر تجربه قابله للتنفيذ هي التجربه اللي شغاله حاليا في موضوع التامين الصحي، فانت عندك مشروع محتاج سنوات كتيره، المشروع ده عشان يحتاج سنوات كتيره لازم تشتغل على جزئين، في جزء بيتعلق ببعض الامراض اللي انت بتشتغل عليها بشكل اسرع، وفي جزء متعلق ببعض المبادرات اللي انت بتعملها بتساعدك في النهايه في انك انت تحافظ على المستوى العام الصحي للمصريين. وده كان متمثل في المبادرات اللي احنا شفناها في صحه المراه، شفناها في المدارس، مبادرات عديده، النور العين زي ما حضرتك اشرت ليها. ونجاحها على ارض الواقع. ده حقيقي، ده حقيقي. عايزه انتقل معاك لملف مهم جدا، لو اتكلمنا عن التنميه المستدامه، دائما هي كلمه السر في كلمه سر هي التنميه المستدامه في المشروعات الكبرى، المشروعات التنمويه الكبيره اللي الحقيقه نفذتها الدوله المصريه في 2022. احنا يعني ملف الاسكان ده يا استاذ احمد انا عايزه اتكلم معاه بشكل بسيط وشكل اجتماعي، احنا شفنا مدن عديده كتيره في كل محافظات الجمهوريه، شفنا الطفره الكبيره اللي يعني المواطن المصري عاشها من العشوائيات لمدينه كامله فيها كل المواصفات وفيها كل يعني كل الخدمات اللي المواطن ممكن يكون محتاجها، النقله الكبيره، وشفنا مدينه المنصوره الجديده، شفنا العالمين، شفنا بناء للانسان، زي ما بنتابع كده مع بعض المدن الجديده والنقله الكبيره، يعني المواطن مش بس بنسلمه بيت ولا عماره ولا شقه نقول له اهي اسكن فيها اربع حيطان، لا احنا بنشوف مدينه متكامله بيعيش فيها، بنسلمه فعلا حياه، يعني رعايه صحيه، مستشفيات، دور عباده سواء مسجد، كنيسه، قصور ثقافه، مراكز شباب، نوادي، شفت القطاع ده وتطويره ازاي في 2022 ورايحين على فين في 2023؟ بصوا التنميه المستدامه هو عنصر اساسي في العناصر اللي بتشتغل فيها الدوله المصريه في مشروعاتها، وفي الملف اللي حضرتك بتشير ليه في ملف الاسكان، احنا لو اي بني ادم قاعد على الفيسبوك كده او تابع في السوشيال ميديا او دخل على جوجل واختار اي منطقه من المناطق اللي اتطورت زي الاسمرات، مناطق البشاير، المناطق كلها اللي اشتغلت فيها التطوير، وكاتب قبل تقل العارب، يكتب بس قبل وبعد، هو بشكله هيحس الفرق بين المنطقه دي كانت ازاي وده، لذلك ما نقدرش نقول ان تم احلال وتجديد، لا انت عملت نسف للعشوائيات وبنيت حاجه جديده وجميله. فهي الفكره في فكره الاسكان، الاسكان اتعاملوا بالملف ده مش في جزئيه يعني في جزء متعلق بتوفير مساكن للناس ومدن جديده بتتعمل وبعمل توسع عمراني، ده كان تمام، لكن انت قبل ما تعمل توسع عمراني كان في جزء مهم جدا جدا اشتغلت فيه في فكره في ملف الاسكان، هي الفكره اللي حضرتك اشرت ليها، الجزئيه بتاعت اللي بتتعلق في بانك انت في مناطق عشوائيه نسفتها، بنيت فيها فعلا انسان من جديد، انسان النهارده كان بيبقى قاعد في يعني مش هينفع نقول الهوا بس مكان غير لائق ادميا. صحيح. مش ادميا، الحيوان ما يقعدش فيه. في صور لو الناس اتفرجت عليها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا هتلاقي اماكن لا تصلح لمعيشه الحيوانات، الاماكن دي النهارده تقدري تروحي حضرتك فيها افضل. معانا البيوت عامله ازاي؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، عايز اقول لحضرتك على حاجه، حي الاسمر كومباوند يا فندم، حي الاسمرات ده اللي يروح يتفرج فيه، انا رحت وشفت وصورت فيه شغل هناك، حي الاسمرات انضف من كومباوندات موجوده، تلاقي طرق واسعه، تشجير، يعني حتى القصه مش موجود فيها فكره ان هو بمجرد بيديك مساكن، لا ده انت بتخش تلاقي هو مراعي فكرة البيئة الطيبة النظيفة اللي يصحى الواحد من البلكونة يبص يلاقي شجر حواليه، يلاقي مكان للتجمعات الاهالي يقعدوا فيها بالليل، بتخش في الحاجات دي بتلاقي مراكز شباب، بتلاقي وحدات صحية، لا ففي الحقيقة كان المشروع بتاع الاسكان ده
برضو زي ما قلت لك فكرة او زي ما حضرتك اشرت فكرة بناء الانسان في الشيء يعني. من قطاع الاسكان عايزين نروح استاذ احمد لقطاع النقل، لان هو كمان الحقيقة شاهد على انجاز وصل لحد الاعجاز الحقيقة، يعني من خلال تنفيذ بعض المشروعات المهمة اللي سهلت الحركة على المواطنين وساهمت كمان بشكل كبير في تيسير حركة المرور سواء من الكباري. دي حاجة بقى كلنا شعرنا بيها، احنا بننام بنقوم بنلاقي الطريق بقى اسهل، في سهوله ويسر في حركه التنقل من خلال الطرق من خلال الكباري، كمان المواصلات، قطاع كمان القطارات السريعه، السكه الحديد والتطوير والخدمات اللي حصلت فيها، اخيرا كمان قطار الترجو. يعني الحقيقه احنا فعلا القطاع ده تحديدا شهد تطور عالمي بمعنى الكلمه. الجزء بتاع النقل هو بصراحه ربنا، انا عايز اقول لك على حاجه، لان انا النقل انا بسافر الصعيد فبمشي بقطر، او برجع بالعربيه فبرجع من الطريق الصحراوي سواء الشرقي او الطريق الغربي، عايش في القاهره فباجي من المعادي هنا على الطريق الدائري، اتسرق مني موبايلي مره اتسرق مني، لان احنا كان معروف وصلة الدائري ده انت بتقعد فيها تريح رجلك وتتعرف على اصحابك اللي موجودين في العربات التانية، فممكن الحرامي متضايق فتفتح الهواء عشان تجدد هواء العربية، فتلاقي الموبايل اتسرق منك من كتر ما كانت العربيات بتبقى واقفة. فبقيت القصة بتاعت الدائري دي الوصلة دي فيها الناس بتنام وتتعرف على بعضها، كان في حالة اختناق وتقعد 3-4 ساعات كانت صحيح. موجود فيها القصة دي، وده الناس دي لازم تبقى الناس عامة، وانا بفكر الناس وبفكر نفسي، فكرة انك انت هي آفة النعمة انك تألفها، لازم الناس كنا تحس فين. لازم من قال لاخر في اي حاجة في حياتك تعرف النعم اللي موجودة واللي حصل معاك. القصة بتاعت الطرق، احنا النهاردة بكلمك انا راجل بسافر الصعيد، شكل القطارات اتغير وبنتكلم في ليفل تاني، احنا النهاردة بنتكلم في قطارات اسبانية فيها شاشات داخلة في مستوى الطيارات، وقت قبل كده كنا بنيجي نركب القطر، طبعا بتركب النهارده القطر المكيف كنا بنركبه قبل كده، بس كنت بتشوف مناظر من قطر القشاش، حتى اسمه يسد النفس قبل ما تركب فيه، فبتشوف القطر القشاش والاشارات الالكترونيه، ما بقول لحضرتك بتشوف القطر القشاش، بتيجي بتشوف قطرات يعني مش تغم، تقول هي عامله زي النعش المتحرك، القطرات دي كانت عامله زي النعوش المتحرك، الناس كانت بتنام فوق القطر وتسطح من فوق القطرات وتنام من فوق وتبقى بالحشر العمليه، والقطر يخش الرصيف ما يكملش دقيقه وهو ماشي، لازم نفتكر الحاجات دي عشان نعرف احنا كنا فين. الناس لازم في الحاجات دي تبقى عارفه احنا كنا فين في السكه الحديد. تعالي اتكلمي في ملفه، ما تيجي بقى تسافري في الطرق، انت ما كنتش تبقى مسافر الصعيد مظبط العفشه بعد ما تروح وبعد ما ترجع بعد العربيه، يعني ده كلام مستحيل، الى جانب لازم تبقى النور واسع جدا عشان تتفادى المطبات في الطريق. فانت النهارده بتتكلمي في قطاع زي قطاع النقل، الناس لازم تشوف كنا فين وبقينا فين، احنا النهارده بقينا في ليفل تاني اكبر بكبير من اللي احنا كنا شايفينه. لازم نشوف الصور دي واحنا بنتكلم وبنفتكر زي ما قلت سكة حديد اللي فات واللي وصلنا له. سكة حديد دي يعني كان ما كانش فيها امل، ما كانش فيها امل حقيقي، الطرق القاهرة شبكة الطرق اللي اتعملت، لا طبعا يعني الموضوع بتاع النقل ده حقيقة يعني ما يتنسيش. ما يتنسيش طبعا لان احنا عايشين فيه، وانا شخصيا يعني كنت باخد مشاوير وساعات عشان انتقل لمكان لمكان، دلوقتي الكباري سهلت علينا بشكل مش طبيعي. دلوقتي بقيت بتعرف المشوار بتاعك نص خلاص. ساعه هو نص ساعه بالزبط. ساعه الا ربع ساعه من الكباري من كوبري لكوبري، بتسافر بقى لمحافظات او حاجه انت مش مضطر تمسك الدركسون بتاع العربيه وتكلبش تشوف الحته فين في المطب وفين الكسر، لا انت النهارده الطريق مريح في ما يؤمنك ويخليك في سلام انت واسرتك في رحلتك. ملف هام كمان عايزين نتكلم فيه واساسي، مفيش دوله هتنجح من غير طاقه، يعني الطاقة واحد من أهم الملفات اللي الحقيقة احتل أولوية في استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية. وخليني أقولك أنه خلال 2022 تم تحقيق 53 كشف جديد للبترول والغاز. لو اتكلمنا عن المجال ده تحديدا أستاذ حمدي، اكتشافات في البترول والغاز حققت الاكتفاء الذاتي لمصر، بل كمان تم تصدير منتجاتها للخارج، بتشوف الانجاز ده ازاي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، الرقم اللي حضرتك قلتيه بتتكلمي في 53 اكتشاف، اعتقد منهم كان 42 بترول و11 كان غاز، ده بالنسبه لي بصراحه ربنا بحس انها وديعه كان حاططها ربنا لمصر في ازماتها، يعني الله. انت لما تيجي تتكلمي في 2022 في الوقت التعبير. اللي العالم كله بيعاني وبيشتكي وبيتألم من طاقة والقصة، انت طالع ربنا مده وديعة من ربنا بيديها لك في وقت في وقت معين. الجزء بتاع البترول والجزء بتاع الطاقة ده ما كانش هيتم بفكرة انك انت تحفر فتلاقي او تعمل اكتشافات لو ما كانش ليها خطط مدروسة، بدأت بداية من انك انت رسمت
فهمت حدودك مع دول الجوار وبدات تبقى عارف حدودك ايه وتقدر تشتغل ايه، فبالتالي تحمي نفسك وتحمي طاقتك. انت مش شغال ايضا، مش شغال فقط في على قصه البترول والغاز الطبيعي، انت النهارده بتعمل طاقه نظيفه، بتشتغل على ملف الهيدروجين الاخضر، في قصه التعدين احنا شفنا السنه اللي فاتت مشروع محطه الرمال السوداء والمعادن، ده بيطلع تقريبا 5 معادن ثقيله. فالقصه بتاعه الطاقه والتعدين يعني الدوله المصريه بصراحه يعني اتمنى ان اللي يكون في 22 نلاقيه كمان تاني في 23 ونحقق نفس الاكتشافات اللي حققناها السنه اللي فاتت وانجازات يعني. اكتر اكيد اكيد يا رب. عايزه انتقل معاك بقى لملف انساني من الدرجه الاولى، وهو قادرون باختلاف. احنا الحقيقه وصلنا فيه لانجاز عالمي العالم كله بيتكلم عنه، لان احنا غيرنا الحقيقه ثقافة مجتمع بأكمله. احنا دلوقتي الأم اللي عندها يعني طفل أو شخص من ذوي الهمم بتفتخر بيه، أو حاسة ان هو دلوقتي عايش حياة طبيعية، في دمج في المجتمع ليهم، كلنا بقينا فخورين بيهم، بنشوفهم أبطال، بنشوف السيد الرئيس بنفسه بيهتم بيهم، بيرعاهم، بيحرص على حضور الاحتفالية سنويا. شفنا من 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقة فرحتهم كمان بلقائه. أنا شخصيا كان ليا الشرف إن أنا أحضر الاحتفالية الرابعة اللي كانت من كام يوم لقادرون باختلاف، وشفت فعلا الحب الحقيقي. يعني الناس دول مستحيل مستحيل يرتبطوا بإنسان إلا لو كانوا حاسين إن هو بيحبهم بجد، إن هو وفر لهم الراحة والرعاية والحب الحقيقي. علشان كده بنشوفهم دايما بيلتفوا حواليه. على فكرة أنا بروح بيوتهم بلاقيهم معلقين صور السيد الرئيس في البيت من كتر ما هم مرتبطين بيه. ملف قادرون باختلاف، بصي قادرون باختلاف مصطلح بقت الناس عارفاه، وبقت عارفه الناس الفئه دي من الناس. احنا قبل 2014 كانت كل الناس عامه بتتعامل في قصه قادرون باختلاف او ذوي الهمم، او حتى المصطلح نفسه اتغير. احنا كنا بنقول كل علاقه الدوله بالفئه دي هي فكره التعيين بتاع 5%، فيقول لك ده نسبه معاقين تعيين 5%. المصطلح اتطور وبقي ذوي الهمم وبقين قادرون باختلاف وبقوا موجودين، وبقت الناس عارفه ان دول جزء اصيل من المجتمع ومش جزء من زاوية، تم دمجهم وسط المجتمع. النهارده انت بتتكلمي في توجه دولة للملف ده، مش بشكل مش بشكل فرعي، ده بشكل اساسي. الرئيس في النسخة الرابعة الأخيرة بتاعة قادرون باختلاف وجه بصندوق آخر لقادرون باختلاف وجمع له مليار جنيه، وده رقم مش قليل، إدى توجيهات للوزارات المعنية في القصة دي. أي مبنى النهارده بيجي يتعمل في المشروعات في المدن الجديدة بيتحط فيه فكرة أنت عامل إيه للناس بتاعة قادرون باختلاف. الأتوبيسات اللي بتتعمل جديدة بيتقال لك هتبقى القصة في التعامل مع المحطات بتاعتهم إزاي، دمجهم في العمل وفي الشغل وفي الحاجات إزاي. الاحتفالية بتاعتهم بتبقى احتفالية كلها بترقبها مصر، مصر بتقعد كأن هي بكرة، لا ده بكره في الحفله بتاعه صحيح هنحضرها، عايزين نقعد نتفرج، عايزين نقعد نشوف، لان شغلهم فيها كمان يا استاذ حمدي اللي بنتابعه ده وانجازاتهم والشغل الهاند ميد اللي بينجزوه. يعني احنا شخصيا ما نعرفش نعمل جزء منه. محمد ده كان ضيفنا هنا في صباح البلد، محمد ده نورنا قبل الاحتفاليه يمكن بشهر، كان منورنا واهدى الرئيس. الصدق والتبادل المشاعر والصفاء اللي حصل، وربنا بيكرم يعني، ممكن يكرم مصر ويكرمنا بناس زي دي. لكن انت التفت الناس، ما كانش حد الناس عارف حاجه عن الناس دي. الناس قبل 2014 كل قصه ذوي الهمم وقادرون باختلاف الناس ما كانتش عارفه الكلام ده ولا كانت موجود. فده ملف يعني شفت وهو بيطبطب عليه. لا محمد ده تحديدا رهيب. صور سياده الرئيس لان انا عارفاه ودخلت بيتهم لانه كان ضيفنا هنا، حاطط صور سياده الرئيس عنده في البيت هو وكريم، هم نورونا هنا هما الاثنين وهم بيعملوا شغل هاند ميد في منتهى الروعه. ودايما الرئيس بيروح يزور الجناح بتاعهم، الناس دي من القلب للقلب. فاحنا حتى مش في قصه كمان الصور اللي بيحطوها لسياده الرئيس في بيوتهم، انت تتفرجي في الاحتفاليه هو بيبقى حريص ازاي، فين الناس يقولوا الكلمه شخص وانا عايزهم وهاتهم معايا في الكلمه اللي بيقولوها. وشوف كميه تعبيرات الحب اللي بتتعمل، يعني في طفله اللي نامت على اللي كانت نامت وهي القصه، حاسه بامان وحاسه بطمانينه وحاسه بقصه. لا فيعني حفله وقصه بتعكس قد ايه، لان على فكره الناس دي لو مش واصلها صح احساس الريس ومش واصلها اللي بيعملوا معاها الريس، لو عملت 200 حفله
وهم صحيح. مش حاسين بان في حد بيطبطب عليهم، مش هتشوف النتيجه اللي انت بتشوفها. اخر احتفاليه كمان كانوا الحاضرين ورا من قدرون باختلاف، ما كانش ليهم الفرصه ان هم يبقوا موجودين معاه على المسرح، فكان بيعيطوا ورا، هو سمعهم سمعهم بيعيطوا، قال مش همشي الا ما اتصور معاكم كلكم. انا بقول لحضرتك يا فندم الناس دي مش هيبقى احساسها كده لو هي مش واصلها طول السنه، هي مش قصه احتفاليه بتيجي في السنه بنقعد نتجمع فيها. الناس دي لو طول السنه ما حساش ان في حد بيطبطب عليها وفي حد حاسس بيها، مش هتشوفي هذا الصدق اللي بتجسده. الواحد فخور الحقيقه ان هو حقيقة في الدوله المصريه وفي كم الاهتمام ده بينا وبكل فرد. عايزه انتقل كمان يعني ده الحق الاصيل لفكره حقوق الانسان، ده حق الانسان. لو بنتكلم في حقوق الانسان فده خير يعني ملف قدرون باختلاف هو اكبر دليل على تعامل الدوله المصريه مع حقوق الانسان. ده حقيقي. عايزه انتقل معاك كمان من الملفات الناجحه جدا في بلدنا حاجتين، ملف المراه وملف الشباب. وانا شخصيا كست حاسه بالتطور الكبير، وحاسه بكمان التمكين المراه والمناصب اللي بنوصل لها ودورنا في المجتمع، الاهتمام من سياده الرئيس بالمراه المصريه وعام المراه، وان قد ايه كمان احنا بنمشي دلوقتي فخورين المراه المصريه بتمشي فخوره ان الرئيس بنفسه بيدعمنا وبيهتم بينا. كمان الشباب، مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب، وانا الحمد لله ليا الشرف ان انا حضرت كل مؤتمرات الشباب ومنتديات الشباب، والاهم ان انا يعني فخوره ان كان ليا دور ولو صغير بان انا ادير 3 جلسات في منتديات الشباب لمده عامين على التوالي، فشفت قد ايه اهتمام سياده الرئيس بالشباب، قد ايه بيبقى موجود في وسطينا، بيمشي وسطينا ماسك ورقه وقلم طول الوقت بيكتب ورا الشباب، يعني كل طموحاتهم كل افكارهم اللي بيتم تنفيذها على فكرة، كل اقتراحاتهم اللي بيتم كمان تطبيقها وتنفيذها. شفنا الشباب اللي خرج من منتديات الشباب في مناصب عليا، البرنامج الرئاسي لتمكين الشباب، شفناهم نواب محافظين. الحقيقة حاجات كلها تدعو للفخر. فقرة اسأل الرئيس، المواطن اللي بيسأل الرئيس بمنتهى السهولة واليسر والرئيس بيجاوب، كل دي انجازات في قطاع المرأة والشباب عمرنا ما كنا نحلم بيها. بص خليني اقول لك ان في 2016 كان عام الشباب، 2017 كان هو عام المرأة، ولما بيتم تخصيص عام لقطاع معين من القطاعات الدولة المصرية كلها بتتحرك في دعم القطاع ده. مؤتمرات الشباب ما كانتش الفكرة فيها مجرد تجمع بنسمع بيسمع فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصريين عن افكارهم وطموحاتهم، لا ده بيسمع وزي ما انت قلت بيدون وبيشوف وبتتحول القصة لنتائج احنا شفناها. النهارده شفنا الشباب في مجلس النواب، شفنا الشباب نواب محافظين، شفنا على فكره النهارده وزير الصناعه والتجاره هو شاب. الفكره اتغيرت جدا جدا، ما بقيناش انت وزير الصناعه والتجاره رجل شاب، نواب محافظين شباب. فالملف بتاع الشباب اعتقد بشكل كبير جدا جدا انك انت اديت نتيجه مهمه جدا، اصبح الشباب اكثر ايمانا ببلده، لان انت بعد 2011 حصل عند الشباب نوع من يعني التباعد بينه وبين ايمانه بالدولة او بتواجده فيها، كان محتاج جدا جدا جدا، ودي كانت فطانة من الرئيس بفكرة انك اول الملفات اللي بدأت بيها فكرة دعم الشباب. الكلام ده كان بنتكلم في ان العام الشباب كان 2016، كان في دعم للشباب، الدعم ده خلى الشباب يكون مؤمن جدا. انت النهاردة بتتكلمي عن حضورك لمؤتمرات الشباب وفخورة وفرحانة وحاسة بالنهاية جداً. بانك انت حسيتي بان في طبطبة عليكي، حسيتي بانك أمل. انت في امل موجود. لا ده البلد رايحة لحاجة تانية، لا ده انا ممكن اللي هيشتغل هيوصل هينجح، هتعب هلاقي، لا ده انا ممكن ابقى مسؤول، ما لا ده انا ممكن ابقى في مجلس النواب. ففي النهايه الملف بتاع الشباب اهم ما اتعمل فيه ان انت اديت للشباب المصري بعد انكسار معين اديته امل في بلده. الجزء بتاع المراه بصراحه المراه خدت وكفت وزادت عن حقها، يعني خدت وكفت وزادت عن حقها بكتير. صحيح. انت بتتكلمي النهارده المراه المصريه مش داخله في هيئه قضاء دوله ولا داخله في نيابه اداريه، لا المراه النهارده بقت في مجلس الدوله اعلى الهيئات القضائيه. المراه النهارده يعني لا انا عايز اقول لك على حاجه، المراه النهارده واخده مفيش مجال يعني مش موجوده يعني فيها، مفيش مجال. بس الاهم من كله فيما يتعلق بالمجالات هي فكره احترام القائد عبد الفتاح السيسي لفكرة المرأة ودور المرأة في البيت. هو شايف بشكل ان المرأة وجودها في البيت وفي المجتمع الصالح جزء اساسي واصيل. تعامله دايما حتى مع الناس اللي بيكبر بيهم الخاطر او بيشوفهم زي الست اللي كانت بتسوق الميكروباص او الست اللي كانت بتجر عربة التروسيكل، هو مؤمن بفكرة ان المرأة لها دور في صلاح المجتمع الصغير، ومن ثم لو صلاح المجتمع الصغير هيصلح المجتمع الكبير. يعني
ده حقيقي، شفناه فعلا في مواقف كتير زي ما بتتكلم. هو الرئيس الإنسان جابر الخواطر اللي بيشعر بالمواطن المصري أيا كان هو فين. الحقيقة فعلا كلنا حسينا بكم الإنجاز اللي حصل في بلدنا، مش بس في 2022، حسينا كمان بالأمل دايما في بلدنا، وقد ايه اللي بيشتغل زي ما قلت او اللي بيتعب بيوصل. وكان لازم ان احنا في نهاية 2022 وبداية 2023 ونبدأها سوا كده معاك يا استاذ احمد، ان احنا ناخد قراءة سريعة لما تم انجازه في 2022، ونشوف كمان احنا وصلنا لفين وهنوصل لفين في بلدنا الغالية مصر. انا بشكرك، نورتني النهاردة. انا اللي بشكرك جدا، وكل سنة وانت طيب وبخير. كل سنة وانت طيب، وتحيا مصر. تحيا مصر بشبابها وبكل مواطن مصري وبقيادتها السياسية سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكرك وسنة سعيدة عليك وعلينا يا رب. شكرا للأستاذ أحمد حمدي الكاتب الصحفي ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، كان ضيفنا النهاردة. وإحنا كده بنودع 2022 وبنستقبل يا رب على خير 2023 بإنجازات كتير أكيد هتتحقق في بلدنا الغالية مصر. قولوا أمين. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة واحنا عايشين في أمن وتطور وسلام وأمان في بلدنا الغالية. لسه حلقتنا مكملة، خليكم معنا. بادئين معاكم السنة الجديدة، كل سنة وانتم دايما طيبين وبخير، وعايزين نبدأ السنة الجديدة بقى رياضيا. يعني جه معاد المتعة والإثارة والساحرة المستديرة، معشوقة الجماهير كرة القدم. خلصت خلاص 2022، وكان مع نهايتها البطولة الأشهر عالميا كأس العالم اللي أقيمت في الدوحة، وفاز بيها طبعا منتخب الأرجنتين. رجعنا بقى للدولي، الدوري المصري، وشايفين الصراع على القمة. النهارده هنحاول مع نقيبنا الرياضي الكبير الاستاذ لطفي السقعان ان احنا نتعرف على رؤيته للعام الماضي رياضيا وكمان عالميا، وازاي كمان نظرته للعام الجديد. يا استاذ لطفي صباح الفل. صباح الفل. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها بخير يا رب، وسنه سعيده على الامه العربيه والامه الاسلاميه كلها يا رب. وحضرتك طيب وبالف خير، وبنبدا معاك السنه الجديده. وانا استاذ لطفي قضينا النيو يير امبارح في البيت. الحمد لله. نفس الدماغ. قال احنا نبتدي نحتفل بعد الزحمه. بعد الزحمه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك والاسره الكريمه طيبين وبخير. طيب عايزين نبدا بقى للي انتهينا ليه في 2022، وهو الحدث الأهم والأبرز رياضيا، وهو مونديال قطر 2022 وفوز الأرجنتين. شفت الحدث ده إزاي؟ هو الحدث لشقين، شق تنظيمي وشق فني. صحيح. شق تنظيمي نقدر نقول أن الدوحة عملت بطولة غير عادية غير مسبوقة، اختلفت فيها الرؤى. ربما كانت رؤيتنا في الماضي انها مش هتنجح بنفس النجاح ده، لكن هم قدروا انهم يشتغلوا على نفسهم وسط التحديات والانتقادات اللي كانت بتوجه ليهم، انهم ياخدوا البطولة ديت كوسيلة للتعبير عن نفسهم بشكل كبير جدا، والتعبير عن قد ايه هم اشتغلوا على نفسهم طوال العشر سنين عشان يقدمونا المنتج ده. فتنظيميا الإرادة كانت أهم حاجة في الموضوع، لأن أنا عندي إرادة أن أنا عايز حاجة هحققها، هوصل لها. فما فيش إرادة فمش هقدر أحقق ده. ده بالنسبة للشق التنظيمي اللي هو أبهر العالم أن دولة صغيرة بقدر أحضر عدد كبير من الماتشات، ودي كانت أصبحت يعني إيه رقم قياسي لكل واحد النهاردة حضر في البطولة. فعلا أنا حضرت أكبر عدد من المباريات في البطولة لأن الملاعب قريبة من بعضها وأنا في مدينة واحدة في النهاية. يعني ده بالنسبة للتنظيم. بالنسبة للشق الفني دي كانت أعلى بطولة فنيا. ليه بقى كانت أعلى بطولة فنيا؟ أولا احنا في وسط الموسم، كل الدوريات شغالة، فأنا واصل لأعلى مرحلة فنية وبدنية عند اللاعبين عالية جدا، فبالتالي مفيش فريق جاب 9 بونت في دوري المجموعات. أيوة تفور من اللعيب. فمفيش مفيش فريق جاب 9 نقاط في دوري المجموعات. ده دليل ان المنافسة شرسة، ان اللاعبين كلهم عندهم اصرار انهم يكسبوا.
ممكن ما يحققش المكسب بس ممكن يتعادل، ممكن وارد بيخسر. لما تونس فازت على فرنسا الناس كلها كانت يعني شايفة ان الموضوع غير عادي، لكن في النهاية دي كورة، دي كورة صحيح بتدي للي بيديها. فنيا احنا شفنا اعلى مستوى في البطولة في كان في لعيبه كمان عندها اهداف يعني زي ميسي، كريستيانو، امبابي، دول عايزين يروحوا في حته تانية مختلفه. مفيش شك ان النجوم في هذه البطوله انا شايف ان هم هيبقوا اخر نجوم في البطولات. يعني ما في البطوله اللي جايه مش هيبقى فيها النجوم دول. أيوة اللي هم كريستيانو ميسي. اللي هم يعني السوبر ستار بتاع كره القدم. مع ان ميسي يعني بيقول ممكن يكمل. وارد انه يلعب. ما فيش فيها ازمه يعني، وارد انه يلعب، لكن ما فيش الحشد الجماهيري اللي هيبقى موجود ورا النجوم دول زي البطوله دي. زي امبابي مثلا. زي امبابي. لا امبابي خلاص هو هيوصل لمرحله عدى. انه طبعا لانه قطر ما بيتوقف. ده حقيقي. وما تعرفيش هو رايح فين. و24 سنه. يعني لسه قدامه العمر، يعني ان هو ايه يكون في بطولات اكتر ويكون في انجازات اكتر يعني. لكن في النهايه كريستيانو لم يكن مرشحا للبطوله. أيوة. كبرتغالي يعني. الارجنتين ما كانتش مرشحه. لكن هي الكسره بتاعه الهزيمه من السعوديه خسرت بالظبط اول ماتش، هي اللي هم اللي خلاهم غيروا مستوى تفكيرهم. لو شفنا منتخب الارجنتين كمجموعه هو عادي جدا. لكن في النهايه هم قدروا انهم يكيفوا نفسهم انهم لازم يكسبوا. ده حقيقي. عندهم قائد كمان في الملعب كمان يعني. الدوله اهتمت بميسي بشكل كبير جدا في الارجنتين، ده لاول مره. قبل الماتشات المهمه كانت بت 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 في طيار هليكوبتر عليها تيشيرت ميسي بتجوب الارجنتين. كان في حاله دعم نفسي طبعا ومعنوي غير عادي، وشحن جماهيري هناك بشكل كبير جدا. قدروا ان هم ياخدوا البطوله في نهائي. البرازيل اللي هي ام كره القدم ما لم تكن موجوده. صحيح. انجلترا مهد كره القدم لم تكن موجوده. فبالتالي انت في ألمانيا. مستويات المانيا مش موجوده، اسبانيا مش موجوده يعني. حتى الفرق اللي كانت مرشحه خارج السرب. فمن الناحيه الفنيه برضو مونديال قطر يبقى هو الاعلى فنيا في هذه البطوله، لان لاول مره بتقام في الشتاء ولاول مره بتقام في وسط الموسم. صحيح. ان كان دايما بتقام في الصيف وفي دولة قبل عربية. بدايات الموسم في كل الدوريات الاوروبيه. انا برضو استاذ لطفي عايزه اتكلم معاك، حضرتك اتكلمت في شقين، عايزه اتكلم في شق ثالث اللي هو توحيد الشعوب العربيه. كره القدم والمونديال ده تحديدا كان ليه طابع وحاله خاصه. يمكن احنا كلنا بقينا بنشجع يعني منتخبات اخرى، تونس، المغرب، السعوديه، شفنا قد ايه العالم كله كان واقف ورا المغرب وبنشجع، والكافيهات والناس بتروح هناك تحضر المباريات المختلفه للدول العربيه وقطر. فشفنا حاله جديده ومختلفه وحدتنا كلنا. ما فيش شك ان حاله الوحده العربيه اللي كانت واضحه جدا في البطوله. صحيح. كان ليها اثار، ودي تبين مدى ارتباط الشعوب العربيه ببعضها. على مستوى الشعوب العربية مرتبطة ببعضها بشكل كبير جدا. مفيش حد قال لا ده انا، طب ليه المغرب تبقى احسن مني؟ لا ما انا اشجعش المغرب، انا اشجع اللي هيلاعب. مفيش حد يقول الكلام ده. المغرب بتلعب خلاص، احنا كلنا مغاربة. تونس بتلعب، احنا كلنا توانسة. السعودية بتلعب، احنا كلنا سعوديين. قطر بتلعب، كلنا بندعم قطر. لكن ان عشان اقدر اقول ان احنا عندنا الجزء المخيف في الموضوع ان انا ما بشجعش عشان ما يبقوش هم متفوقين عليا، ده مش موجود. ده مش، وده مش هتلاقيه في شعوب كتيره. يعني مش هتلاقيه في شعوب كتيره، لان خلي بالك برضو القوميه العربيه في الشعب المصري فطريه. مش مكتسبه، فطريه. فامر طبيعي هتلاقي ده موجود بشكل كبير جدا، بدليل ان احنا كنا بنبكي لما المغرب خسرت من فرنسا. يعني اتأثرنا، فرحنا معاهم وزعلنا معاهم، لاننا كنا واخدين المغرب امل. اللي عارفه اللي انا مش عارفه احققه، يا ريت يتحققه. طب بمناسبه الامل، يعني هل نقدر احنا نحقق بطوله الامم الافريقيه ونوصل للصعود لمونديال 2026؟
احنا لازم نوصل ده في 9.5 مقاعد. مش كلام. في 9.5 مقاعد ما نوصلش كمان تبقى دي كارثه بقى ثانيه. عشان نفوز بكاس الامم احنا محتاجين شغل. احنا محتاجين شغل. الناس اللي قدامنا يعني انا هل هلاعب المغرب بنفس تشكيله كاس العالم دي؟ فهل انا كسبتها قبل كده. احنا كسبناها قبل كده في كاس الامم الافريقيه ما عندناش مشكله، لكن في ظل الحاله اللي بتعيشها المغرب لابد ان انا اعيد حالتي الفنيه. أيوة. انا محتاج ان انا يبقى عندي لعيبه بشكل كبير جدا جاهزه للمباريات. عندي دوري بيخدم على منتخب مصر، عندي منتخب مصر عنده بلان هيشتغل عليه لغايه البطوله ان هو ازاي يوصل ليه. طيب انا عندي عقده من السنغال ان انا دايما بخرج قدامها بضربات الجزاء في كل الفرق الكرويه في مصر. في كل الفرق الكرويه حتى الكره الشاطئيه. تمام. فده برضو مؤشر ان انا عندي عايزين نغير محتاج ان انا الحاجه اللي انا عندي فيها ثغره ان انا اسد الثغره ديت عشان اقدر اتعامل في بطوله الامم الافريقيه اللي جايه. لان مهم جدا ان انا اعيد ترتيب خطواتي فيما هو قادم. هل احنا فكرنا مين هيبقى موجود في المنتخب؟ انا في 26 مين لعيبه دول اللي هيكملوا معايا؟ مين؟ طب ابتدينا صح يعني، شايف ان احنا ابتدينا صح؟ انا شايف يعني ناخد خطوات جديه علشان نبتدي بقى نكمل صح زي ما حضرتك بتتكلم كده. انا شايف ان بقى في حاله اليومين دول ان احنا بندور على اولادنا في اوروبا. المصريين المهاجرين الى اوروبا بندور عليهم دلوقتي ان احنا نجيبهم. عندنا عدد كبير من الناشئين موجودين في اوروبا بشكل كبير. فبداوا يدوروا عليهم. انا مش شاغلني ان ادور عليهم لان ممكن ادخل على صفحات الانديه اجيبهم ما عنديش ازمه، لكن هو التعامل والتواصل هو ده المهم، الارتباط بيهم لان ده ما عادش معانا. فعدم الجديه وعدم اتقان اللغه ده مؤشر سلبي. فلازم ناخد بالنا من الاثنين دول، الجديه واللغه. لابد ان يبقى في تواصل دائم معاهم حتى اعرف اكذبه ليا بحيث ان هو لما يجي يشوف الواقع عندي يبقى مبسوط بيه. صحيح. ما يبقاش قاعد منتظر ان منتخب المانيا هياخده او منتخب انجلترا هياخده. ما بقاش ان انا او منتخب كندا ياخده، مش عايز اوصل للمرحله دي. فدي محتاجه شغل، الشغل ده محتاج حد قاعد متفرغ له. لو انا عنديش حد لازم اخصص حد يقوم بده. لو اتكلمنا عن فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، شايف ازاي برضو المنتخب هيكون معاه؟ هو انا في مصر عندنا شويه مدربين كويسين اللي هم اللي موجودين في المنتخب. تمام. انا عندي ازمه لعيبه. هو ده اللي احنا عايزينه. انا عندي ازمه لعيبه. انا عايز القماشه بتاعتي ناقصه اللعيبه، عايز اجيب اللعيبه دي. ده اللي محتاجين احنا نركز عليه يعني حتى في الدوري. حتى ما هو الدوري نتاج المنتخب والمنتخب نتاج الدوري. صحيح. فامر طبيعي كولر ارفام اللعيبه في النادي الاهلي وبينتقدهم بشكل كبير جدا، وده حقه لانه وصل. يعني السؤال هنا بقى ليه هو وصل لكده؟ ما يبقاش السؤال هو قال صح ولا قال غلط. السؤال دايما في اي مشكله ليه وصلت المشكله لكده؟ هي وصلت المشكله كده لان خلاص ما عندوش لعيبه. او اللعيبه لعيبه دلوقتي هي ازمه لعيبه. طب هي مشكله مين؟ يعني هي مش ازمه انديه ولا مشكله اتحاد؟ بما ان احنا اتكلمت على ازمه اللعيبه، الاتحاد مش هيشغل باله باللعيبه. الاتحاد قاعد بياخد من الانديه وخلاص، هو ده اللي عندي فباخده، ما مش هكلف نفسي ان انا يعني افكر في حاجه تانية. خلينا بس نكون منطقيين في التعامل. فبالتالي الاتحاد بيتعامل مع الانديه بتدور في السوق المحلي اللي هو ايه اللي انا بلاقي لطفي هنا نجح في الاتحاد السكندري فراح اخده من الاتحاد السكندري، نجح في المصري فاخده في المصري، نجح في الجونه فاخده من الجونه، نجح في انبي فاخده من انبي، نجح في الاسماعيلي فاخده من الاسماعيلي. شكرا. انا هنا غير منتج. احنا عايزين نشتغل نصنع. عايزين نشتغل عشان نصنع. نصنع. لان لا يعقل ان الاهلي والزمالك اللي هم اقطاب البطولات بيستعينوا بلاعبين من انديه اخرى، ما عندهمش قطاع الناشئين قليل. يبقى انا النهارده او بشتري من بره بشكل كبير جدا وانا في نفس الوقت مش قادر اقول ان انا عندي لعيبه تقدر تلعب دوري ممتاز وتلعب منتخب في النهايه. نتمنى ان احنا نشوف المنتخب الوطني زي ما بنتمناه.
ونشوفه بيوصل زي منتخب المغرب، ونشجعه ونفضل وراه ونبقى فخورين بيه زي ما احنا متعودين. والكرة زي ما حضرتك قلت صناعة، فنتمنى نشوفها بشكل مختلف بإذن الله في 2023 يا مسهل. يا مسهل يا رب إن شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. نورتنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ لطفي السعان، كان ضيفنا في فقرتنا الرياضية اللي خلصت على خير، لكن لسه حلقتنا مكملة، خليكم معانا. صباح الخير، صباح الرضا، صباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي هو بعد ما أنا أتعالج من أي فيروس بقى جالي، سواء برد سواء كوفيد سواء أيا كان الفيروس أو المرض اللي جالك، الحاجات بقى اللي بتستمر معانا، الرشح المستمر، في حاجات كده والكحة والحاجات دي كلها، أقدر أعالجها إزاي باستخدام كلوسيز اللي احنا اتكلمنا عليه في فقرات كتيره جدا. صراحه يعني هو ما يكفيهوش فقره ولا اثنين ولا ثلاثه، هو سبلمنت او مكمل غذائي عمل طفره كبيره جدا جدا في الماركت، هنتكلم عليه النهارده، وهنتكلم على ما بعد العلاج من الاوبئه. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفي اللي منورني النهارده في استوديو صباح البلد، دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض البطنه والصدر والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك. في دايما سؤال الناس كلها بتسأله، أنا دلوقتي البرد خف، هو الكحة دي ملازماني ليه؟ هو ليه أنا لسه برضو تعبان؟ طب أنا خلاص أنا خدت كل الأدوية وعملت اللي عليا، اللي أنا أعرف إن هو عليا. الناس بقى تتعالج من الحاجات دي إزاي؟ باستخدام كولوسيز. السؤال بتاعك ده سؤال يمكن بيتسأله كل الأطباء، ويمكن بتلاقي المريض برضو بيحاول يمشي في الاستشارة بالذات من عند الدكتور، إن هو أنا حاسس إن أنا مخفتش، أو حاسس إن أنا، مع إن ممكن جميع الأعراض اللي كانت موجودة أو معظمها بدأ يروح. أوكي. خلي بالك لابد إن احنا نعرف الفترة اللي احنا بنتعالج فيها، يعني في فترة صيفية وفي فترة شتوية. أوكي. دايما الفترة الصيفية تختلف عن الفترة الشتوية. بنشبه الموضوع ده إزاي؟ احنا مبدئيا كده المنطقة بتاعة الجهاز التنفسي سواء كان علوي أو سفلي، احنا بنشتكي إن الإفرازات مستمرة، مخاط مستمر. أوكي. إذا كان سيلان في الأنف أو إذا كانت كحة مستمرة وفي معانا مخاط بيخرج أو خلافه. ولكن لو جينا شبهنا القصة، هي عبارة عن الجو أخباره إيه، يعني هل الجو جاف ولا رطب؟ طبعا في الشتاء بيبقى الجو رطب جدا، فبالتالي نسبة حتى تبخر السوائل عندنا بتبقى ضعيفة، أو التخلص منها بتبقى أقل، سرعتها التخلص منها بتبقى أقل من منطقة وقت الصيف. ليه؟ احنا لو عندنا جاكيت زي ده بالظبط كده، الجاكيت ده مبلول، فبالتالي انا هنشره عشان خاطر يجف معايا، فانا في الصيف بضطر ان انا ممكن اخد ساعتين ثلاثه وابدا اشيل الجاكيت بتاعي، بيبدا يبقى ناشف معانا. لكن في الشتاء بقعد يومين ثلاثه ومع ذلك برضو بنسميها بالبرد كده، بيبقى مندي. طيب ايه الفرق في القصه اللي زي دي؟ دلوقتي مبدئيا احنا لابد ان نبقى عارفين ان انا لما باجي اخرج، او بمعنى صح اخد هواء ساقع او بارد في منطقه الانف والكلام ده كله، ده كل ده بيخلي المسلز عندنا او الخلايا اللي بتفرز المخاط مستحصه بصفه دايمه انها تقعد تفرز بصفه مستمره. ليه؟ لان انا عرضتها لجو بارد اثناء الزواج. عشان كده دايما بننصح بالذات في الاطفال اللي احنا نقدر نسيطر عليهم، يا جماعه على قد ما نقدر حاول ان انت ما تخرجش، حاول ان انت بمعنى صح الشمس بدات تغيب، لا ما تخرجش بطفلك. ليه؟ عشان خاطر ما يبداش يشم هواء ساقع، يقول لك ده انا بحطه في الدفايه بتاعته، بحطه بحطه في العربيه. يا سيدي اوريدي انت دخلته في العربيه، بس بتخرج من البيت للعربيه درجه الحراره طبعا، الوقت ده هو اوريدي بياخد درجه حراره قليله جدا. أوكي. فبالتالي بتعاني ان في سيلان مستمر. طيب ايه المكمل الغذائي؟ ما احنا في الفتره اللي زي دي بيبقى الطفل ممكن يحصل له انتكاسه بمنتهى السهوله. اوكي. طبعا عشان جهاز المناعه، عشان جهاز المناعه، وعشان اوريدي عندي بريسبوزنج فاكتور، عندي عامل مساعد الا وهو ان الممرات الهوائيه بتاعتي اوريدي فيها مخاط. طب يعملوا ايه بقى؟ فبالتالي ان ممكن ينمو عليها بكتيريا تبقى اصابه ممكن مختلفة تماما عن الإصابة الأولانية، ولكن تحمل ارتفاع درجة الحرارة يعيد الكرة من تاني. طب ده هي. علشان إن هي خرجت بالطفل بس؟ ده هي عشان خاطر إحنا بنقول خروج الطفل نفسه ممكن يسبب ذلك، واخد بالك؟ ده بيبقى عامل مساعد، هي مش عامل واحد بس فقط ممكن يأثر معي. أوكي. ممكن يكون شخص تاني أثناء خروج الطفل أو تعرضه لأشخاص آخرين، هو ممكن في شخص يكون حامل مرض معين أو بكتيريا معينة. أوكي. تبدأ تنقله بمنتهى السهولة، لأن الممرات عنده الهوائية
بتبقى في حاله انسداد، ممكن تبقى مش بمعنى صح كلير يعني مرور وخروج الهواء بصفه واضحه لدرجه ان الطفل نفسه بيقول لك انا مش عارف اخد نفسي، او اثناء الرضاعه ممكن لو كان طفل رضيع يضطر ان هو بياخد نفسه من الفم فما يضطرش يعرف يرضع. فحاجات كتيره جدا بالنسبه لنا طبعا. بنتكلم على كبار السن والاطفال الاثنين مع بعض يتساوي الاكثر عرضه. طبعا. ولكن هل في ممكن انا مش هقدر امشي على مضاد حيوي على طول؟ اوكي. وبرضه في حاجات انا الدكتور ممشينا عليها مسل ستابلايزر، حاجات زي المونتلكاست او خلافه. أوكي. ممكن اقدر امشي عليها عشان تحجم النقطه دي. حاجات انتي هيستامينك، حاجات مضاده للكحه مثلا معانا وبتقللها، او برودكتيف كاف تطلع البلغم من عندي. الكلام ده كله اوكي، ده لازم تكون ماشي عليه وبتمشي عليه لفترات بعد كده لحين زوال الاثر. احنا نتكلم من اول الرضاعه؟ من اول الرضاعه طبعا. ازاي؟ طب الام بقى هتدي كلوسيز للبيبي لسه؟ طبعا. احنا عشان كده بنقول دايما المكمل الغذائي هو الوحيد المهم جدا بالنسبه لك. طب اي مكمل غذائي ينفع؟ لا، مش اي مكمل غذائي بقى. لان دايما احنا مكمل غذائي بنبص ليه على حاجه واحده. ايه الحاجه اللي هتقوي الجهاز التنفسي عندي؟ اوكي. ايه الحاجه هتقوي مناعتي بحيث ان الطفل ما يدخلش في انتكاسه اخرى؟ او الشخص البالغ ما يدخلش في انتكاسه اخرى، يقول لك لا ده انا ما لحقتش افوق وبدات تاني في دور تاني، موضوع تاني، والبرد وبدا يرجع عليا تاني. الفيتامين الف ودال والاوميجا 3 في القصه اللي زي دي ليهم تاثير قوي جدا. ويمكن انت عارفه ان الفيتامين الف ودال والاوميجا 3 هي المكونات الرئيسيه من الكولوسيس. طب ازاي فعلا الحاجات دي بتاثر معانا؟ طيب مبدئيا لابد ان احنا نبقى عارفين ان المناطق اللي بيبقى فيها مناطق البرد اللي هي الاغشيه المخاطيه في الفم والانف والعين، هي دي مناطق البرد. حتى دايما يقول لك ده انا عينيا بتدمع من البرد، ده انا عندي سيلان في الانف، ده انا عندي ريق بيغلب عليا كتير، او خلافه. تمام. كل المناطق دي بنقول ان الاصابه في المنطقه دي بتاذي كل منطقه الجيوب الانفيه المنتشره اللي بتقدر تنقل التعب ده كله. اوكي. فبالتالي انا عندي فيتامين الف هو بيقوي النقطه اللي زي دي، هو بيقوي الاغشيه المخاطيه دي. هو الوحيد اللي بيقدر يحد من افراز البلغم معانا بجانب، لان هو انا عندي الانتي هيستامينك احنا بنستخدم مضادات الحساسيه دي بتحاول انها تقلل من افراز البلغم عندي، فبالتالي ما يبقاش ان الممرات الهوائيه عندي مسدوده بصفه دايمه. تمام. بريح الطفل معايا ده بجانب طبعا الحاجات الموضعيه. في بخاخات موضعيه ماء البحر، او بخاخات فيها كورتيكوسترويد، ودي تبقى على حسب الطبيب المختص هو اللي بيقول الكلام ده. ولكن انت في بيتك تقدر تعمل ايه؟ ما انا الطبيب اداني الحاجات دي، لكن انا محتاج مكمل غذائي معايا، محتاج حاجه ترفع مناعتي. طب اللي بيقولوا مثلا انا، طب ما انا باخد مالتي فيتامين، اكيد في فيتامين اي واكيد في الاوميجا 3 واكيد احترام الكامل للفيتامين طبعا المالتي فيتامين، بس المالتي فيتامين دي علاجيه ولابد ان الطبيب المختص هو اللي يكتبها، ما ينفعش اخدها من نفسي. لا هم بياخدوها كده كانهم بيعملوا شوبينج. ما ينفعش حاجه زي كده، ده غلط جدا الكلام ده، لان انا ممكن اخد جرعه. المالتي فيتامين هي عباره عن فيتامينز متعدده. طيب انا اوريدي عندي فيتامين كويس في حاجه معينه في جسمي كويس، فانا اضطر هاخد مجموعه المالتي فيتامينز، خلاص انا هزود الكويس عندي الجرعات بتاعته عشان اقدر اعلي من القليل عندي. اكيد. فبالتالي انا خدت اضرار السايد افكتس الاثار الجانبيه بتاع العالي يعني. ولكن فيتامين الف ودال والاوميجا 3 لما لاحظ ان الكولوسيز بيديني الجرعه اليوميه اللي بيحتاجها جسمي، الجرعه اليوميه اللي بيحتاجها جسمي، ده معناه ان هو مش لفتره معينه، احنا مستمرين عليه. وكمان انا الفيتامينز دي بالذات الاكل الصحي بتاعي محتاج ان انا ازود، لان الاكل الصحي مش هيديني الجرعه اليوميه اللي محتاجها جسمي. فبالتالي انا محتاج اوصل للدوز بتاعتي اللي انا محتاجها، فمحتاجها من حاجه خارجيه، فبحتاج الكولوسيز في النقطه اللي زي دي. تمام. طيب هل مهم الفيتامين دي؟ احنا عرفنا اهميه فيتامين الف، لكن فيتامين د مهم في ايه؟ احنا اتفقنا ان اي حويصلات في جسمنا، الكحه بالذات اللي بتبقى ناتج عنها في افراز بلغم، بيبقى في سوائل موجوده في الحويصلات الهوائيه، فبالتالي بتعوق تبادل المنفعه اللي بيتم بين الاكسجين اللي بيتنقل عن طريق الحويصلات والدم. اكيد. طيب انا محتاج الجسم عشان بيدافع عن نفسه محتاج يخرج السوائل دي، فبيخرجها في صوره كحه. طيب هل انا النقطه اللي زي دي ممكن السوائل دي ينمو فوقيها بكتيريا؟ طبعا ممكن ينمو، وبالتالي تدخل في التهابات شعبيه والتهابات رئويه. ده بعد الدور الاولاني اللي كنت فيه. ايه المشكله؟ ليه بقى؟ طب هو اخذ الادويه واخذ كل حاجه، بس انا عندي في حاجه مش طبيعيه في جسمي. فبالتالي انا محتاج ان انا احمي جسمي لحين التخلص منها، ما هي لازم بتاخد وقت. اوكي. ودايما كل طبيب صدر بيحاول يوضح النقطه دي للمريض، يا جماعه الكحه بتاخد وقت معاك.
ولكن انا لابد ان احميك وهي بتاخد وقت لابد ان احميك، احمي ابني عن طريق الكولوسيس في القصه اللي زي دي اللي يزود مناعه الجهاز التنفسي السفلي، فبالتالي ما فيهاش عرضه او بمعنى صح بصوره سهله انك تقدر تدخل في حوار تاني غير الحوار اللي انت خرجت منه غير المرض اللي انت خرجت منه، هدخل في تعب تاني. أوكي. فبالتالي انا محتاج حاجه تقوي مناعه الجهاز التنفسي السفلي. انا عندي فيتامين دي قوي جدا في القصه زي دي. أوكي. وجود بلغم في صدري يعني موجود التهاب. الاوميجا 3 المكون الثالث الكولسيس انا بحس ان هو مكون بيحب يعني في كل الحاجات الصناعيه صعب ان نضيف الاوميجا 3 مع فيتامينز اخرى لاي ايكويجن ثانيه وبالذات فيتامين الف ودال. ليه بقى؟ الفيتامين الاوميجا 3 دايما تلاقي المالتي فيتامينز ايه مقسمه مالتي فيتامينز وفيتامينز بتحتوي على الاوميجا 3 بالظبط وتلاقيها واضحه ليه لوحدها؟ ما ينفعش الاثنين يضافوا على بعض. ربنا هو ليه القدره الوحيده اللي قدر يضيف الفيتامين الف ودال والاوميجا 3 الثلاثه مع بعض. أوكي. فبالتالي قدر انه يقدر عن طريق ان انا كبسوله واحده في اقدر اخد الثلاث حاجات. طب الاوميجا 3 فايدتها ايه في حاله زي كده عندنا؟ احنا اتفقنا وجود مخاط معناه ان في التهاب. طيب انا عايز احافظ على الالتهاب ده يبدا يقل عندي. أوكي. الاوميجا 3 مضاد للالتهابات محترم جدا بل انه ملوش اثار جانبيه غير مضادات الالتهابات كلها اللي احنا عارفينها اللي من ضمنهم طبعا واشهرهم الكورتيكوسترويد الكورتيزون. فبالتالي انا لما استخدم حاجه على المدى البعيد فيها مضاد التهابات حتى لو جسمي في اي التهاب في جسمي مش لازم يبقى في جهاز تنفسي. أوكي. ممكن يبقى في التهاب في جسمي بزوري. أوكي. ممكن اقوم صاحي مثلا من النوم بقولك يا دكتور انا بقوم من النوم في حكه في زوري كده غريبه دايما يقولوا كده ايه دي بقى؟ ما طبعا انا عندي دلوقتي بصي انا هبقى صريح معاكي تعرضنا للجو البارد تعرضنا للعوامل اللي بتساعد على ان يبقى في بعض الاحيان بندخل شغلنا تبقى في مكيفات شغاله أكيد. ده شيء سنترال حاجه مركزيه فبالتالي ده كله ده بيأثر علينا في عز الشتاء عشان تغيير التهويه تبقى مستمره. تمام. كل الكلام ده انا مش قادر اتحكم فيه ولكن بالزبط. اقدر اتحكم ان انا اقلل التهاب في جسمي. الاوميجا 3 المكون الثالث من الكولوسيس مهم في القصة اللي زي دي وبالتالي بيساعدني ان انا اوصل ابقى شخص طبيعي ما يبقاش فيه كحة ما يبقاش فيه بخاط. كل الكلام ده مهم جدا بالنسبة لي. طب الناس اللي بتقول اوميجا 3 ممكن تتصدى مثلا فيروسز الكوفيد والحاجات المنتشرة دلوقتي ازاي؟ ده مالتي فيتامين ازاي هيقدر ان هو يواجه اوبئة مثلا؟ اي فيروس في الجسم بيختار الجسم فبلاقي ان في دفاع عنه. الدفاع بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في كرات الدم البيضاء. تمام. كرات الدم البيضاء وحاجه اسمها الكيلر سيلز. الاثنين دول الاوميجا 3 الاحماض الدهنيه الغير مشبعه النافعه بتدخل في انتاجهم. فبالتالي لما بنتج حاجه اكثر فاعليه بالنسبه لكرات الدم البيضاء خلاص هي بتهاجم الفيروس. اكيد. دي نقطه. طب الكيلر سيلز هي الوحيده اللي لها القدره على مهاجمه الفيروسات الجديدة على جسمي. فبالتالي لما بدأ أهاجم فيروس جديد لازم هاجمه بالأداء اللي تعرف تهاجمه اللي هي الكيلر سيلز. مين اللي هينتجها؟ الأوميجا 3. فبالتالي أنا محتاج جدا الأوميجا 3 بالذات إن الفيروسات متحولة دلوقتي فبقت مختلفة. الميوتيشنز اللي بتحصل مظبوط. أوكي. طب أنا دلوقتي مثلا كشخص عادي أنا عايز آخد جرعة كولوسيز آخدها مثلا واحدة في اليوم غير بقى الناس اللي إحنا عايزين نتكلم عليهم الأكثر عرضة واللي هم الأطفال وكبار السن اللي عندهم كبار السن اللي عندهم مرض مزمن. دي حاجة مهمة عايز أتكلم على الجرعة. الجرعة بتختلف على اختلاف الفئة العمرية. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا من سن سنة مهم جدا عندي من سن سنه لان ده اللي بيتعرض لالتهابات رئويه كتيره وبيتعرض لالتهابات شعبيه. سن سنه لثمان سنين هي كبسوله واحده في اليوم. أوكي. كبسوله حتى لو في الحاله المرضيه كبسوله واحده واستمري عليها. دي نقطه. فوق ثمان سنين هي كبسولتين في اليوم. طيب لو انا من كبار السن لان كبار السن يتساووا مع الاطفال الاثنين عندهم مناعه ضعيفه. تمام. والاثنين بالنسبه لكبار السن ممكن يكون صاحب مرض مزمن زي الضغط او القلب او السكر او خلافه او حساسيه الصدر. فبالتالي انا محتاج لو حصل عدوى او في ظهور عدوى في البيت ظهرت عندي وانا خايف من الاصابه او خايف يحصل معايا مضاعفات حاده لا اخد ثلاث كبسولات. ثلاث كبسولات في اليوم. ثلاث كبسولات في اليوم. طب اخدهم مع بعض اخدهم مره واحده كل 8 ساعات كما يحلو لك. المهم ان انا باخد جرعه يوميه ليا. دي نقطه. النقطه الثانيه وانس ان السبب راح او حس الحاله المرضيه راحت خلاص هي كبسولتين برجع لزي الشخص البالغ عادي جدا. للاسف فقرتنا خلصت. انا في حاجات كتيره جدا عايزه اتكلم عليها بس ان شاء الله فقرات جايه. نورتني يا دكتور مصطفى. بشكرك جدا. بشكر دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض البطنيه والصدر والمستشار الطبي لشركه AMZ. مشاهدينا كده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله في رعايه الله.